كالعادة كل نهار سبت نحن على موعد مع المتنبئة الجوية هايدي. خلينا لهيك رشا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي الأستاذ حسان الجردي لنعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباحك هلا. إيه سعد صباحك أستاذ حسان. أول شيء كل عام وأنت بخير. يعني لاحظنا بأول أيام العيد كان في منخفض، كانت الأجواء باردة، هل بالأيام القادمة رح نرجع نشهد هي المنخفضات أم لا؟ وخبرنا بشكل عام كيف عم تكون أحوال الطقس ودرجات الحرارة بمحافظاتنا السورية؟ شكرا عينك. بداية صباح الخير من جديد لإليك للأخبارية السورية لزميلتك لكادر العمل. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. عيد الفطر السعيد. بشكل عام نحن ذكرنا سابقا انه ايام العيد راح تكون اجواء ما بين متقلبه، اجواء راح تكون فيها فرصه هطول ببدايه العيد، ما كنا بنعرف امتى اول ايام العيد. هلا بشكل عام الطقس يعني بتغير شوي، فرصه هطول موجوده، ولكن هذا الاسبوع راح تكون الاجواء متقلبه ما بين ربيعيه معتدله الى اجواء ربيعيه راح تكون دافئه لحتى تكون معنا نهايه هذا الاسبوع اجواء حاره نسبيه، حراره اعلى من المعدل بنهايه هذا الاسبوع اللي نحن فيه هلا بلشنا فيه يوم مع بداية الأسبوع. بشكل عام هلا الأجواء لساتها تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عن التربية كافة طبقات الجو. الأجواء بشكل عام غائمة جزئيا، فرصة الهطل المطري موجودة بإذن الله تعالى فوق مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصطوبة بالعواصف الرعدية بحبات البرد، ببعض الأحيان درجات الحرارة في عليها ارتفاع بشكل تدريجي ومستمر. اليوم راح تستمر بالارتفاع حتى تكون حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل مثل هذه الفترة من السنة. الاجواء راح تكون مع بدايه هذا الاسبوع اجواء ربيعيه معتدله، اجواء غائمه جزئيا، فرصه هطول عم تكون موجوده بمناطق متفرقه بتضعف فرصه الهطول اعتبارا من منتصف هذا الاسبوع من يوم الاثنين، والحرارات راح تكون حتستمر بالارتفاع حتى تكون اصبحت بمنتصف هذا الاسبوع اعلى من معدلاتها بمختلف المناطق السوريه على امتداد الجغرافيا. هلا خلال ساعات الليل بشكل عام عم تكون الاجواء مائله للبروده تحديدا بالمرتفعات الجبليه، ونحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية. احتمالية تشكل الضباب بشكل كبير عم يكون بالمناطق الوسطى بالشمالية بالجنوبية بالقلمون بالمرتفعات الساحلية، والرياح عم تكون شمالية غربية مع هبات نشطة خاصة بالمنطقة الوسطى والشرقية، تسير الغبار بالمنطقة الشرقية والبادية السورية والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق لليوم 25-12، القنيطرة 29-11، القلمون المرتفعات الجبليه 16-9، درعا 24-13، السويداء 21-11، المنطقه الوسطى 24-13، منطقه الجزيره محافظه الحسكه 26-15، الساحل السوري 24-18، شمال حلب 26-14، ادلب 24-14، دير الزور المنطقه الشرقيه 28-18، الرقه 27-16، بالباديه السوريه متينه تدمر 26-15. هذا الاسبوع مختلف تماما عن الاسبوع السابق، ببلش اجواء ربيعيه معتدله، حرارات عم ترتفع، فرصه الهطول تستمر معنا حتى منتصف الاسبوع، بعدين بصير عندنا استقرار كامل بالنسبه للاحوال الجويه ودرجات حراره اعلى من المعدل، بتتحول بنهايه هذا الاسبوع الاجواء من اجواء ربيعيه معتدله ببدايه هذا الاسبوع الى اجواء راح تكون حاره نسبيا نهايه الاسبوع، وحرارات عم تكون اعلى من المعدل من 3-6 درجات مئويه نهايه هذا الاسبوع ايام الاربعاء والخميس باذن الله تعالى. الختام نشكرك كثير استاذ حسان الجردي، دائما بتوفينا بالمعلومات عن احوال الطقس، شكرا لك.